السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله بإذن الله النهاردة زي ما اتفقنا امبارح هنكمل حاجات بسيطة كده في الأكسس، وهنعمل مراجعة سريعة على برنامج الوورد والباوربوينت وإكسل. في البداية أنا حابب برضو أشكر باشمهندس أحمد حسام يعني على المجهود اللي بيبذله معانا. يعني الكورس طلع بالتنظيم ده بسبب وجوده معانا، يعني دي كلمة حق تتقال في حقه يعني. فإن شاء الله بإذن الله يعني بإذن الله تطلعوا من الكورس وأنتم مستفيدين بكل حاجة اتقالت، سواء الدعم الفني أو من المحاضر بإذن الله يعني. فإن شاء الله بإذن الله النهاردة هنكمل جزئية في برنامج الأكسس، وهتبقى آخر جزئية معانا في برنامج الأكسس، نتطرق مراجعة سريعة على باقي البرامج. طيب، الناس سمعاني؟ الصوت مناسب ولا في مشكلة الصوت؟ بص كده تمام يا باشمهندس. تمام يا هندسة. نبدأ. أنا عايز حد يفكرني لما كنا حابين نعمل علاقات ما بين الجداول، كنت بعملها ازاي؟ حد من الناس الموجودة يفكرني كنت بعملها ازاي؟ أنا عايز أعمل علاقة ما بين الأقسام وما بين المرضى، بعملها ازاي؟ الناس معايا ولا لأ؟ عايز أعمل علاقة ما بين الأقسام والمرضى، كنت بعملها ازاي؟ طيب، هنروح على قائمة اسمها داتابيز تول، داتابيز تول، واروح اقول له حاجة اسمها ريليشن شيب. يعني انا هعمل علاقة ما بين الاقسام وما بين المرضى اهو. طيب، الناس لما تفتكر امبارح قلنا ايه؟ انا هعمل علاقة ما بين ريكورد هنا، او ما بين اسف ما بين فيلد وفيلد، ما بين فيلد او حقل في تيبل الاقسام وحقل في تيبل المرضى، بس لازم الاثنين يكونوا نفس نوع البيانات. يعني هنا كود القسم نوع البيانات اوتو نمبر ارقام، طيب رقم الكشف برضو ارقام، فممكن اعمل ايه علاقه ما بين الاثنين؟ يبقى بربط حاجه بحاجه. ازاي؟ عن طريق ان انا اختار من التيبل الاولاني المفتاح الاساسي بتاعي واربطه بحاجه ليها نفس نوع البيانات. اروح ادوس على كود القسم كليك شمال واسحبه واروح احطه على ايه؟ رقم الكشف، فظهر بالشكل ده. بعد كده اروح اقول له كرييت او انشاء، كرييت او انشاء، فادي العلاقه بتاعتنا، ادي العلاقه ما بين الاثنين. طيب، لو قلت له edit relationship برضه ظهر معايا بالشكل ده. طيب، لو قلت له حاجة اسمها enforce، انا عايز اعمل حاجة اسمها تكامل مرجعي، واروح اقول له اوكي، مش عايز يعمل معايا، في مشكلة عندك في الشيت الداتا in the table مرضى in for example there are me. ماشي، هنعملها تاني. دلوقتي انا كده عملت علاقه ما بين ايه؟ ما بين الاقسام وما بين المرضى. عايز احذف العلاقه دي، كليك يمين عليها وراح اقول له ايه؟ ديليت او حذف. عايز اعدل فيها اديت. طيب، ايه معنى كلمه لو علمت علامه صح على انفورس؟ معناها ان انا هفرض تكامل مرجعي. يعني ايه هفرض تكامل مرجعي؟ يعني نفترض لو انا اولا هحذف العلاقه دي حاليا الفتره دي، هنرجع نعملها تاني، قلت له مش عايز اعمل علاقه. لو جيت دخلت هنا مثلا في المرضى ورحت حذفت، او الاقسام رحت حذفت قسم العظام، عملت له حذف، فكل الاشخاص اللي موجودين في قسم العظام هيتشالوا معاه. ومعنى كلمة تكامل مرجعي يعني كل قسم بشيله بالمحتويات اللي جواه، كل قسم كل قسم بشيله بالمحتويات اللي جواه. طيب، اروح اقفل ديه واروح اقفل المرضى واروح على
database tools واقول له relationship، هقول له انا هعمل علاقه ما بين كود القسم ورقم الكشف واقول له create، فانا كده انشات علاقه. احفظ العلاقه بتاعتي كليك يمين واقول له save، بعد كده اقول له close، انا قفلت العلاقه. تعالوا كده ندخل على الاقسام، هتلاقي فيه علامه الزائد ظهرت، هدوس عليها بيقول لك دخل هنا اهو بيانات الاشخاص الموجودين فين في قسم الجراحه، اهو علامه الزائد هدخل الاشخاص الموجودين في قسم الجراحه ايا كان الشخص، اهو ممكن احط اكتر من شخص، يعني نفترض قلت له هنا محمد والعنوان كذا وتاريخ الكشف قلته كذا والفيروس هل عنده فيروس او لا بالشكل ده، هنزل هنا تحت اروح ادخل الاسم الثاني وهكذا. فمعنى كده ان انا متاح لي ان انا املي البيانات هنا، انا مش عايز ده خلاص انا حذفته، فزي ما قلنا ممكن افتح من علامة الزائد واضيف المرضى الموجودين عندي. نروح على قسم المرضى، عندك محمد، عندك مصطفى، عندك مريم وهكذا، دول اللي بالنسبة له الموجودين في قسم المرضى. هاجي في الأقسام، لو عايز أزود من هنا عندي مثلا أي اسم مريض أبتدي أضيف اللي أنا عايزه. فأنا كده عملت زي relationship أو علاقة ما بين الجدول الأولاني والجدول الثاني. طيب لحد الآن كويس، هقفل مثلا اقفل ده واقفل ده. طيب قلنا لو عايز اعمل استعلام بعمله ازاي؟ من كرييت واروح اقول له حاجه اسمها ايه، كويري ديزاين، كويري ديزاين، واروح اضيف الحاجات او الجداول اللي عايز اعمل منها استعلام بالشكل ده. انا عايز اعمل استعلام على اسم القسم، هضغط عليه بس ضغطتين كليك شمال، انا كده بفتحه، انا مش عايز افتحه، انا عايز اعمل استعلام، يا اما هضغط عليه ضغطتين كليك شمال عشان انتظر. تمام، انا دلوقتي عايز استعلم عن اسم القسم، هضغط بس عليها ضغطتين كليك شمال، انا بس في مشكله في كليك شمال عندي، يا اما هنزل تحت على الفيلد واروح اكتب انا عايز ايه، انا عايز مثلا اسم القسم وعايز كمان مكان القسم. طيب انا لما اجي هنا نفترض قلت له انا عايز كل الناس اللي هم في القاهره، اروح اكتب في حاجه اسمها الكريتيريا او الشرط الاساسي، اروح اكتب القاهره، اكتب القاهره، انا كتبت القاهره. طيب انا عايز ابتدي اعرض الشغل بتاعي من حاجه اسمها الكويري ديزاينر، هقول له رن. طب ليه ما ظهرش هنا؟ لان مفيش حد في القاهره. طيب نرجع تاني، نرجع للاستعلام الاساسي بتاعنا، خلاص هبدأ دي اهو، هروح مثلا على قسم على الاقسام واقول له كويري ديزاين، واقول له انا عايز اول حاجه لازم ادرج الجداول بتاعتي بالشكل ده. طيب هقول له انا عايز ماشي اسم القسم، فين اسم القسم؟ اهو عندك مكان القسم. طب هيكون مثلا فين؟ لو قلنا سجنة، هنا اقول له انتر واروح اقول له رن، برضه ما ظهرش. طيب ايه المشكلة بقى؟ المشكلة من فين؟ نرجع في الجداول بتاعتنا بالنسبة للمرضى، احنا كنا بنعمل ايه؟ احنا كنا بنعمل في تيبل غلط. بصوا لو رحت على الأقسام، هذه الأقسام اللي عندك، فالناس تركز هي وبتختار وهي وبتعمل الاستعلام. أنا أروح على المرضى مثلا المرة دي وأقول له على كريت، بعد كده أقول له كويري ديزاين، وأروح أضيف الجدول بتاع المرضى وجدول الأقسام اللي عندي بالشكل ده. طيب أنا عايز أستعلم على اسم المريض والعنوان بتاع المريض. طيب انا عايز مين؟ انا عايز كل الناس اللي في القاهرة، اقول له مثلا القاهرة، اقول له انا عايز كل الناس الموجودين فين في القاهرة، راح اكتب القاهرة، بكتبها فين؟ في الكريتيريا،
اللي هو الشرط الاساسي، اقول له انتر واروح هنا على حاجه اسمها رن، برضه ما ظهرتش. طب تفتكر المشكله في ايه؟ اقول له مو حاليا انا عايز اعمل استعلام تاني اهو، كويري ديزاين نفس، جرب عندها وتشوف برضو ظهر معاها نفس المشكله اللي ظهرت معايا ولا لا. كل الحكايه بس ان انت بتكتب هنا انت عايز الحقل اللي بتستعلم منه اللي هو حقل المرضى، اللي انا اسف التيبل بتاع المرضى، هتستعلم عن مثلا اسم المريض، وهتستعلم عن العنوان بتاع المريض، وهتستعلم عن رقم او الفيروس رقم الغرفة مثلا، وهستعلم على رقم الكشف، وهستعلم على مثلا الفيروس. دي الحتة انا بستعلم عليها اول ما اقول له رن. طيب ليه ظهر معايا بالشكل ده ليه؟ تعالوا كده نروح على الاقسام. انا دلوقتي عملت ايه؟ انا عملت ربط، بس لما جيت عملت ربط او علاقه ما بين الاثنين ما قلتلهوش في كل قسم موجود مين بالظبط، عشان كده مش قادر ان هو يستعلم. فلازم اروح املي الاقسام اللي عندي عشان يسهل عليا موضوع الاستعلام. طيب اهو تاني اقفل ده، اقفل ده، واقفل ده مش عايزه. انا هعمل استعلام على المرضى من فين؟ من كريت كويري ديزاين. طيب زي ما اتفقنا وزي ما قلنا لازم اعبي البيانات اللي عندي، محتاج اربط المرضى بالاقسام. انت ربط هندسه ازاي؟ ما تعمل له ريليشن شيب من داتابيز تولز وتختار ريليشن شيب علاقه ما بين الاثنين. نفترض دلوقتي انا جيت عايزك تدور لي في اسم القسم، لا او مش في اسم القسم، انا عايز ادور في تيبل مرضى مش الاقسام، انا عايز المرضى. انا هشيل ده اولا، مش عايز الاتنين، اروح اعمل له كلوز. لازم تركز في كل خطوة بتعملها. هتيجي عند الاقسام هقول له كرييت، او خلينا في المرضى كويري ديزاين، انا هضيف تيبل المرضى بس انا عايز استعلم على اسم المريض. طب لو جيت في الكريتيريا عملت له مثلا نجمة وبعد كده قلت له ميم، ايه معنى النجمة والميم؟ معناها انا هستعلم على الاسماء اللي بتنتهي بايه، اهو تاني مش عايز دي، انا هستعلم على الاسماء اللي تنتهي بالميم تاني اهو. لو عملت النجمة في الاول بعد كده حرف الميم، معناها انا هستعلم على الاسماء اللي بينتهوا بحرف الميم. طب لو قلت له بالشكل ده ميم بعد كده نجمة، انا هستعلم على الاسماء اللي تبدأ بالميم. يبقى لو النجمة قبل الحرف معناها تنتهي بي، لو النجمة بعد الحرف تبدأ بي. طيب لو جيت مثلا هنا قلت له مثلا انا عايز، لا انا خلاص مش عايز التيبل ده، اروح اضيف التيبل التاني اللي هو الاقسام. انا عايز استعلم على ايه؟ انا عايز استعلم مثلا كمثال على اسم القسم. فانا عايزك تدور في كل الاقسام ما عدا قسم البطنة. طب ايه معنى كلمة ما عدا؟ اقول له نط، اغير اللغه اروح اقول له نط، واروح اكتب مثلا القسم اللي انا مش عايزه اللي هو البطنه. معناها ان انت هتظهر معايا كل الاقسام ما عدا قسم ايه؟ البطنه، ما عدا قسم البطنه. بكتب الكلام ده فين؟ في الكريتيريا. طيب لو قلت له عايزك تظهر معايا القسم البطنه وقسم الجراحه الاثنين مع بعض،
هتيجي هنا في كريتيريا هتكتب اول قسم، وفي اول هتكتب القسم الثاني اللي هو الجراحه. فمعنى الكلام ده بقول له انا عايزك تدور معايا في اقسام الباطنه والجراحه، هتدور معايا على القسمين دول. حلو خالص. جيت مثلا انا وبعمل استعلام هنا، رحت قلت له من فضلك ادخل الاسم، قلت له انتر. معنى الكلام اللي انا كتبته ده معناها اول ما اجي افتح استعلام هيظهر معايا رسالة بيقول لك من فضلك ادخل الاسم. لو قلت له سيف اقول له استعلام، فتح معايا على طول. ليه فتح معايا على طول؟ احنا قلنا المشكلة اللي بتظهر معانا عشان مش معبيين اسم المريض ولا اسم القسم، لازم اعبيها. فانا قبل ما ادخل على الاستعلام هيظهر معاك رسالة يقول لك ايه، ادخل الاسم اللي انت بتدور عليه اللي بتستعلم عليه. تاني، من فين؟ نفترض انا مريض على المرضى ومن الداتا بيز تولز او ريليشن شيب، واروح اختار الجداول اللي عندي بالشكل ده. وايه اللي حصل؟ ليه اختفى من تحت؟ انا مش عايز ده، خلاص اعمل له ديليت. هروح على كريت اقول له كويري ديزاين اهو، هضيف مثلا الاقسام واضيف المرضى مثلا. طيب يبقى معنى كده انا لو عايز استعلم على كل الحاجات، مثلا لو جيت هنا اخترت نفترض اسم المريض، وجيت اخترت من هنا انا عايز استعلم كمان على ايه تاني، اسم القسم. طب انا لو قلت له عايز مثلا الاسماء اللي بتنتهي بالميم يبقى نجمة بعد كده ميم. طيب تبدأ بالميم، ميم بعد كده نجمة، ميم بعد كده نجمة. طب لو عايزه يظهر لي رسالة قبل ما ادخل على الاستعلام يقول لي من فضلك ادخل الاسم اللي انت عايز تستعلم عليه، اروح اكتبها في الكريتيريا من فضلك ادخل الاسم واقول له انتر. طيب لو انا عايزه يظهر كل الاقسام ما عدا البطنه هقول له نط، يبقى نط معناها ما عدا نط، واروح اكتب جنبها الاسم اللي هو هنسميه البطنه او اسم البطنه الموجود عندي. طيب انا عايز اظهر الاثنين البطنه وقسم تاني، اروح اكتب كريتيريا البطنه، في الاورا اروح اكتب القسم التاني اللي انا عايزه يظهر معايا اللي هو الجراحه، فظهر بالشكل ده. طيب كويس خالص لحد دلوقتي. انا مش عايز الكويري ده اصلا، بس قبلها ماشي. طيب لو انا وقفت على المرضى انا لازم اكون قافل الاثنين تيبل واروح على داتابيز تولز اقول له ريليشن شيب علاقه، تمام. طيب انا عايز انشئ في حاجه اسمها الكويري ويزارد، ايه الفرق بينه وما بين الكويري ديزاين؟ دي طريقه تانية، اقول له كويري ويزارد اقول له اوكي انا عايزه هعمل سيمبل كويري او استعلام بسيط. طيب انت عايز تستعلم على ايه؟ انا عايز استعلم مثلا هنا اسم التيبل بتاعك، خلينا في تيبل المرضى، عايز اسم المريض هروح ادوس على السهم ده، وعايز مثلا تاريخ الكشف وبرده على نفس السهم واقول له ايه نيكست. بعد كده اقول له موديفاي ان انا يسمح لي ان انا اعدل في ايه في الاستعلام واقول له فينش، اهو ظهر بالشكل ده. اروح اقول له رن، ادي استعلم على ايه اسم المريض وايه تاريخ الكشف. دي طريقة تانية. يبقى تاني ازاي؟
اروح على كرييت، هقول له كويري ويزرد، واقول له انا عايز اعمل سيمبل كويري يعني استعلام بسيط، اقول له اوكي. هنا من التيبلز او الكويريز بختار الجدول اللي عايز اطلع الاستعلام منه، المرضى مثلا. طيب انت عايز تستعلم على ايه؟ على حقل مثلا اسم المريض، ادوس على السهم دي. طب عايز ارجعها تاني من السهم اللي هو راجع لورا اللي هو بريفيوس او السابق. طيب السهمين بودهم لك كلهم مره واحده، السهمين اللي راجع لورا بيرجعهم لك تاني زي ما كان. حدد مثلا العنوان او اسم الكود واسم المريض، بعد كده اقول له نيكست، بعد كده اقول له انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعدل في الاستعلام، يعني اسمح لي ان انا اعدل فيه، اقول له موديفاي ذا كويري ديزاين، وبعد كده اقول له فينيش. طيب ده لما كنا بننشئ استعلام. عندك الفورم الاستماره، انا واقف على ايه؟ انا واقف مثلا على المرضى ورحت قلت له فورم، فادي الاستماره بتاعتك ظهرت بالشكل ده. طيب احنا قلنا ايه؟ انا دلوقتي ظهر معايا الاسم الاول، انا عايز اظهر الاسم الثاني. كنا بنعملها من فين؟ من الاسهم اللي من تحت، ده اللي هو النكست ريكورد او السجل التالي اهو. طيب عايز ارجع تاني خطوه لورا من السابق. طيب في سهم هنا بيوديني على اللاست ريكورد، اخر سجل عندك اهو، بعد السهم اللي طالع خطوه لقدام اهو، السهم ده اللي جنبه بيوديك لاخر واحد. طيب هنا بيقول لي الفيرست ريكورد بيديك لاول سجل. طيب السهم ده لو عايز انشئ ريكورد او اسم جديد هقول له نيو ريكورد، هو السهم اللي من تحت ده. ابتدي بعد كده اكتب اسم المريض، العنوان، المبلغ، تاريخ الكشف، الفيروس عنده فيروس ولا لا، رقم الغرفه ورقم الكشف، ده كله من فين؟ من تحت. طيب عندك حاجه اسمها الهيدر اند فوتر، انا لو عايز اضيف التاريخ والوقت اروح اقول له ايه؟ ديت اند تايم، وبتختار من هنا الصيغه اللي انت عايزها، اقول له ايه؟ اوكي. اللي حصل اتضاف عندك فوق، ضاف لك التاريخ والوقت فوق عندك. طيب لو عايز اعدل في العنوان اروح اقول له ايه؟ تايتل، اكتب العنوان اللي انت عايزه هنا. حلو خالص. طيب لو عايز اغير اللوجو اقول له لوجو، انا عايز احط لوجو هنا مكان المربع الصغير. بصوا كده اخترت مثلا حاجه بالشكل ده، اقول له اوكي، فادي حط لي لوجو صغير هنا، ادي اللوجو بتاعي، ده اللوجو بتاعي، كبر فيه زي ما انت عايز. ده خانة المرضى، خلي المحاذاة في المنتصف، ابتدي بقى ظبط ظبط ابعادك وظبط شغلك زي ما انت عايز اهو. ده لو عايز اضيف هقول له هيدر اند فوتر، واختار من هنا لو عايز اضيف تاريخ ووقت، عايز اضيف عنوان، عايز اضيف لوجو. طيب حلو خالص. طيب لو رحت على حاجه من فوق اسمها الرينج، بيقول لك لو عايز تدرج اعمده وصفوف، في حاجه اسمها انسرت ابوف، انسرت بلو، انسرت ليفت، انسرت رايت. انسرت ليفت بيدرج لي عمود او فيلد، ورايت برضه بيدرج فيلد، واحد ناحيه اليمين وواحد ناحيه اليسار. طيب انسرت بلو وانسرت ابوف، واحد بيدرج لي ريكورد او رو، صف من فوق وصف من تحت. ده لو عايز اعمل تحديد لكل التيبل اللي عندي، اما لو عايز اعمل تحديد للاعمده هقول له سيلكت كولوم، لو عايز احدد الصفوف هقول له سيلكت رو. تلاقي هنا برضو شوية إعدادات، من هنا كنترول بيظبط معاك الإعدادات بتاعة الهوامش، تمام؟ وهكذا. طيب هنا بقى في ميزة حلوة خالص في الفورمولي أو الديزاين، عندك في خانة الكنترولز أدوات التحكم، أدوات التحكم. أنا لو جيت وقفت على التانية بيقول لي تكست بوكس، هدوس عليها وأنزل أرسم مربع النص اللي أنا عايزه. تاني أهو،
ارجع خطوه لورا، تكست بوكس، وانزل ارسم مربع النص اللي انا عايزه. رسمته بالشكل ده، ارجع خطوه لورا. طيب بصوا كده، الايه ايه ده ليبل، لو عايز اضيف ليبل او عنوان عايز اضيفه فين؟ اضيفه هنا. ننزل تحت، نركز في كل خطوة احنا بنعملها، انت واقف فين بالظبط، وانا كده واقف تحت، انا هضيف ليبل هنا بالشكل ده. طيب لو جيت على حاجة مهمة جدا اسمها البوتم، زرار، اول ما انزل تحت بيقول لك حط الزرار، انت شوف عايز تحطه فين، انا عايز احطه مثلا هنا، فتح معاك بالشكل ده. ده زر، الزر اللي انت حطيته ده عايزه يعمل ايه؟ طيب تعالوا كده، هنا هتلاقي فيه ميزه حلوه في الفورم او الاستماره. انا لو عايز الزر ده اول ما ادوس عليه يقفل الاستماره، وبختار من هنا حاجه اسمها الفورم اوبريشن واقول له كلوز، هروح اقول له ايه؟ نيكست. وهنا هتسمي اسم الزر بتاعك من تكست، قول له مثلا اغلاق، خلصت اروح اقول له فينش. بص كده الزر الاغلاق، تعالوا كده ندوس عليها، عايز الناس تجربها، قفلنا الاوامر مش متفعله معايا، بيقفل لك الفورم المفروض اللي انت فاتحها. هروح على الكنترولز، تلاقي فيه زر من فوق اسمه البوتم، هدوس عليه، هنزل تحت احدد مكانه فين بالظبط، اروح اضغط. طيب انت عايز الزر ده يبقى بيعمل ايه بالظبط؟ انا عايز الزر ده مثلا بيضيف لي ريكورد جديد او سجل جديد، هروح على ريكورد اوبريشن واقول له اد نيو ريكورد واقول له نيكست، ومن التكست هروح اختار اسم الزر اقول له اضافه، واروح اقول له فينش، ادي اضاف عندي. انت وتضيف الزر اول ما تدوس عليه ضغطه تاني كليك شمال، ناس جربه، بس في مشكله عندي في لوحه المفاتيح وفي مشكله في الاختصارات، اول ما تضيف الزر تلاقوش ان شاء الله المحاضره دي هنحاول نجربها تاني، اول ما تدوس على كلمه اضافه هيفتح لك اللي هو الزر الجديد تاني من اهو من البوتم، وانزل اضغط في مكان البوتم اللي انا عايزه واقول له انا عايز ايه بالظبط. لو انا عايزه يعمل لي استعلام اختار اخر واحده واقول له ران كويري. طيب لو عايز مثلا يفتح لي تقرير هختار ريبورت اوبريشن واختار اوبن ريبورت. طيب لو قلت له هيطبع لي استماره هقول له برنت، فبختار من هنا الاساس بتاعي وبختار من هنا انا عايز منها ايه بالظبط، هقول له نيكست، اقول له يو ماست سيلكت ان اوبجكت. ده لو عايز وات فورم would you like to comment button، فانا هتحدد الفورم اللي عايز يروح لك عليها. نرجع خطوه لورا، اقول له برنت فورم، ماشي. في مشكلة بس عندي في الجهاز النهاردة، معرفش المشكلة. ممكن هندسة. طيب نرجع، طيب نجرب حاجة تانية غيرها، اقول له دوبليكيت ريكورد، اقول له نيكست، واسمي هنا اسم الزر تكرار، وراح اقول له مثلا خلصت اقول له فينش اهو، قال لي تكرار، بمجرد ما تضغط عليه ضغطه تانية هيعمل لك الامر بتاعه. طيب دي برضو باقي الحاجات، ده لو عايز تضيف لينك، هنا لو عايز تضيف متصفح رابط متصفح، دي لو عايز تضيف اللي هو التحكم الخاص بالاشعارات، فدي كلها هتلاقيها ادوات تانية معاك. هنا بيقول لك تشيك بوكس مربع تشيك اللي هو يس اور نو، ده لو عايز اضيف مرفق وهكذا.
دي كلها تلاقيها أزرار ممكن تستخدم أي زرار موجود فيهم. طيب حلو خالص لحد الآن. طيب جيت هنا وقفت على الأقسام وقلت له، أو خلينا في المرضى وقلت له من كرييت، هقول له إيه ريبورت أو تقرير، فظهر التقرير بالشكل ده. وبرضه هتلاقي في التقرير إيه، هتلاقي في التقرير نفس أدوات الكنترول، نفس أدوات الكنترول. أنا إن شاء الله بإذن الله هحاول المحاضرة الجاية أستخدم لاب تاني غير اللاب اللي معايا، عشان تقريبا في مشكلة كبيرة عندي في موضوع لوحة المفاتيح، من الصبح بعاني فيه، حتى بعض الأوامر مش شغالة عندي، فالناس تشتغل بالخطوات اللي إحنا أخدناها وإن شاء الله يكون شغال معاك. طيب جيت هنا زي ما أنا شايفة دي أدوات الكنترول، هنا بيقول لك لو عايز تضيف اللوجو زي ما عملنا في الفورم، عايز تضيف عنوان، عايز تضيف تاريخ وقت، كمان لو عايز تضيف ارقام بيج نمبر، ارقام صفحات. طيب جيت هنا وقفت عند تحت المبلغ، انا عايز اجيب السمشن، هتلاقي قبل الكنترول في حاجه اسمها ايه جروبينج اند تول توتالز، هتروح عند التوتالز واقول له انا عايز مثلا الافريج او المتوسط، حسب لك تحت المتوسط، حسب لك المتوسط. طيب انا عايز مثلا اكبر قيمه، هقول له ماكس، حسب لك، قال لك فين اكبر قيمه. طيب حلو خالص، لو رحت اخترت مين اداك اصغر قيمه. طب لو قلت له الصم، جمع لك المبلغ بتاعك، جمع المبلغ بتاعك بالشكل ده. طيب هنا الهايد ديتيلز، انا هاخد التفاصيل بتاعتي. طب الجروب اند سيرتر، واقول له اد جروب، اخترت مثلا فضفها لي بالشكل ده من جروب اند سيرتر، ابتدي اظبطها زي ما انا عايز. ده الفيو، طريقه العرض بتاعت التقرير بتاعك، طريقه العرض الخاصه بالتقرير. ده جزء الفورمات، وده جزء الرينج، وده اللي هو البي اس طب اللي احنا شرحناه امبارح، ودي التخطيط او التصميم الخاص بالروبوت او التقرير. طيب خلصت عايز اطبعه، راح اقول له برنت بريفيو، وضع الطباعه هيحط بالشكل ده، هيطبع بالشكل ده. خلصت وعايز اطبع، هروح اقول له ايه برنت، اقول له برنت. طيب انا مش عايز ضيق خالص اهو، تمام. هقفل سيف ايا كان اسمه، وهنا نفس القصه سيف، اقول له اوكي، اروح اقفل ده واقفل ده. حلو، شايفين هتلاقي هنا في بعض الاسهم بالشكل ده، السهم اللي من فوق، السهم ده او الثلاث نقاط ده بيعمل ايه؟ بصوا كده، السهمين اللي راجعين لورا بيقفلوا العمود بتاعك ده، العمود اللي بيكون فيه كل شغل انت بتعمله، الجداول والاستعلام والاستماره والتقارير، بيتحط في عمود ناحيه اليسار، ده اللي هو يعتبر بالنسبة لك المرجع الأساسي. أنا لو عايز أصغرهم بالشكل ده، طب لو دست على الثلاث نقاط أو السهم النازل اللي تحت، بصوا كده، أنا عايز بس يظهر لي إيه؟ يظهر لي الفورم أو الاستمارات، فظهر ليك هنا خانة الاستمارات بس. طيب لو قلت له عايز الاستعلامات، ظهر ليك الاستعلامات بس. طيب لو عايز أظهرهم كلهم أو عايز أظهر الجداول بس، أقول له إيه؟ تيبلز بالشكل ده. طيب لو عايز اظهر كله، هقول له اول اكسس اوبجكت، فظهر ليك اللي هو الجداول والاستعلامات والاستماره والتقارير. طيب ده خاص بجزء اللي هو شريط التحكم بتاعك. طيب عندك هنا في الاكسترنال داتا في حاجه اسمها الاكسبورت وفي حاجه اسمها الامبورت. معنى كلمه امبورت معناها ايه؟ واكسبورت تصدير، يعني انا عايز اعمل ايه؟ عايز اصدر التيبل بتاعي للاكسل، للوورد، للباوربوينت، ايا إن كان انت عايز تصدره لايه، ايا كان الملف اهو، سواء كان وورد او اكسس او ايميل او اكسل، ده لو عايز اعمل له تصدير افتحه فين؟ في الاكسل. طيب عندي حاجه في الاكسل وعايز اعمل لها ايه؟ استيراد، اجيبها من الاكسل افتحها فين؟ افتحها عندي في الاكسس من جروب اسمه امبورت، واروح اقول له حاجه اسمها نيو داتا سورس،
طيب هقول له انا عايز مثلا فروم افايل، هقول له اكسل، يعني انا عايز من ملف الاكسل اجيب كل الجداول اللي هناك احطها هنا. طب لو قلت له داتابيز من الاكسس، وده هيديك حاجات تانية بالشكل ده. لو قلت له اكسل فتح معاك حاجه بالشكل ده، اقول له براوس، يقول لك افتح شيت الاكسل اللي انت عايز تستورد منه الحاجه. اقول له مثلا حاجه بالشكل ده، اقول له اوبن، واقول له بعد كده اوكي، اقول له مثلا نيكست نيكست كده، اقول له مثلا فينش كلوز. ادي فتح معايا بالشكل ده، فتح معايا بالشكل ده. طيب عملته تاني ازاي؟ اهو من نيو داتا سورس، واقول له فروم ا فايل، يعني انا عايز اجيب شيت او عايز اجيب بيانات او قاعده من فين؟ من اكسل. اول حاجه اقول له براوز، واروح احدد القاعده بتاعتي واقول له اوبن، بعد كده اقول له اوكي، بعد كده افضل ادوس نيكست اهو نيكست، بعد كده اقول له ايه فينش، اقول له يس، بعد كده اقول له ايه كلوز، تلاقيه ضاف عندك فوق، افتحه فظهر بالشكل ده. وبكده نبقى نهينا برنامج الاكسس بكل حاجة موجودة فيه. طيب برنامج بسيط، برنامج سهل، بس محتاج شوية تركيز. حد عنده مشكلة لحد الآن في اللي احنا قلناه دلوقتي؟ حد عنده مشكلة في اللي احنا قلناه لحد دلوقتي؟ أنا النهاردة يا ريت الناس تسمع الفيديو وتطبقه، تمام؟ وأي مشكلة تظهر معاكم قولوا لي عليه، عشان قبل ما نبدأ المحاضرة الجاية أنا هحاول أشتغل من أي لاب تاني لحد ما أشوف المشكلة اللي في اللاب هنا عندي، بحيث إن برضو الحاجات اللي احنا طبقناها النهاردة نقدر نطبقها وتشوفوها معايا. فظبطوها وشوفوا لو في اي مشكله واقفه معاكم. زي ما قلنا للعلم ان برنامج الاكسس اللي هو اتلغى من الاختبارات الدوليه خاصه بالاي سي دي ال والاي سي دي ال تيتشر والاي سي 3. طيب احنا اخدنا الاربع برامج او الخمس برامج اللي هو الوورد، الباوربوينت، الاكسل، الاكسس، ايه الاوتلوك، تمام؟ زي ما قلنا طبعا جزء الفونت او الخطوط دي هتلاقيها موجوده في كل برنامج اهو، هي بتتكرر. ده جزء الفونت، ده احنا المفروض نكون حفظناه زي اسامينا. الجزء الاولاني ده أو الخاص بالفونت اللي هو نوع الخط، حجم الخط، اكبر واصغر خط، لو عايز مثلا اعمل عمليه تضخيم الخط او اخليه غامق، عايز اميله، عايز احط خط تحت الكلام، وهكذا. طيب عندك ميزة كويسة في برنامج اكسل، انا لو عندي جدول كبير بالشكل ده، ايا كان الجدول الموجود عندي، وعايز اعمل له اخليه اعمل له كرييت تيبل، انشئه كجدول واخد منه الفلتره اللي انا عايزها. في الحالة دي بعمل ايه؟ في الحالة دي انا هحاول افتح لكم ملف موجود عندي او الملف ده مثلا، انا عايز ده اعمل له فلترة او اخليه داخل تيبل. خليه داخل تيبل ازاي؟ اكون واقف في اي خلية داخل التيبل واروح ادوس كنترول مع تي، كنترول مع تي على طول هيعمله لك بالشكل ده اللي هو فورمات اس تيبل. طيب انا لو ادرجت كمثال بالشكل ده اهو، وقلت له فورمات استيبل، ورحت كان في حاجه متكرره عندي، في حاجه متكرره عندي انا عايز احذف التكرار من تيبل ديزاين، هتلاقي في حاجه اسمها ايه ريموف دوبليكيت، يعني بيحذف لك المكرر من تيبل ديزاين. اول ما تدرج اللي هو تعمل عمليه كرييت تيبل، تنشئ جدول من التيبل ديزاين، هتلاقي في حاجه اسمها ريموف دوبليكيت، بيعمل لك ايه؟ ازاله للتكرار، ازاله للتكرار. طيب
حلو خالص. طيب انا عندي جدول كبير بالشكل ده، لنفترض ان ده مثلا صغير، فانا دلوقتي عايز اظبط الاعمده والصفوف، هروح عند كل عمود اقعد اظبط، اكبر واصغر، اظبط اخليهم كلهم سوا بعض، ولا اعمل ايه؟ شايفين علامه المثلث اللي بحدد بيها التيبل ككل؟ هروح بس اضغط على اي عمود عندي اهو فتظبط كله لوحده، بدل ما اروح عند كل عمود واسحب واظبط. لا، بمجرد ما هتكبر وتصغر كل الاعمده هتكبر وتصغر بنفس الحجم، بس لازم اكون محدد التيبل ككل. الصف نفس القصه، كلهم هيكبروا مع بعض بالشكل ده اهو. انا ظبطته عن طريق ان انا حددته الاول، بعد كده اشتغلت على تظبيط الاعمده والصفوف. انا لو في برنامج الوورد حاليا، وحبيت مثلا ان انا اخلي المحاذاه ناحيه اليسار، هدوس على اختصار كنترول مع ال، كنترول مع ال، ده في برنامج الوورد. بس جرب معايا، لو عايز اخلي المحاذاه دي او اخلي المحاذاه بتاعتي انا ناحيه اليسار بالشكل ده، كنترول مع ال، عايز اخليها ناحيه اليمين، يعني اقرب مثال اهو حاجه بالشكل ده، عايز اخليها ناحيه اليمين، كنترول مع ار، كنترول مع ار، عايز اخليها ناحيه اليسار، كنترول مع ال، عايز اخليها في النص، كنترول مع اي، كنترول مع اي. يبقى كنترول ال ناحية اليسار، كنترول ار ناحية اليمين، كنترول اي في المنتصف. طيب عندي قطعة بالشكل ده وعايز اعمل لها ضبط او جاستيفاي، كنترول مع جي، اول حرف في الجاستيفاي جي، فكنترول مع جي بيعمل لي ضبط للقطعة من غير ما اختار من فوق اللي انا عايزه. ده اللي هو ايه؟ الجاستيفاي، جاستيفاي. شايفين اللي هو السوبر سكريبت والسب سكريبت اختصارها بتاعتها ايه؟ اولا لو عايز اعمل عملية السب سكريبت اختصارها بتاعتها كنترول زائد يساوي، كنترول زائد يساوي، يعني كنترول مع يساوي الاثنين مع بعض. يعني انا نفترض عندي حاجة اسمها بالشكل ده، انا عايز اخلي الاثنين من تحت، لسه هروح اختار الاداء من فوق؟ لا، كنترول من لوحة المفاتيح مع يساوي. طيب عايز اخليها من فوق اللي هو سوبر سكريبت، كنترول وشيفت مع زائد، كنترول وشيفت مع زائد، اخليها لي سوبر سكريبت. دي بعض الاختصارات هتسهل عليك الشغل في برنامج الوورد. زي ما خدنا الهوم هي للصفحة الرئيسية الخاصة بالتنسيقات، انسرت لو عايز ادرج جداول او صور او اشكال او مخطط تفصيلي او رسم بياني او رأس وتسجيل ارقام صفحات، ديزاين خاصة بايه؟ خاصة ان انا لو عايز اعمل علامة مائية، ووتر مارك، عايز الون الصفحة من البيج كلر، عايز اعمل اطار خارجي للصفحة من بيج بوردر. لي اوت دي خاصه بالاوبشن او الاعدادات الخاصه بالبرنامج، اللي هو الهوامش والاتجاه والحجم والاعمده. الريفرنسز زي ما احنا شرحنا خاصه بالمراجع، الميلينج اللي هي المراسله، والريفيو لو عايز اعمل تصحيح تلقائي، ولو عايز اعمل كومنت او تعليق، وفيو ده لو عايز اعمل او اغير طريقه العرض الخاصه بالبرنامج، لو عايز اظهر منيها المسطره، ولو عايز اظبط الزوم بتاعي. تمام، انا بدي نبذه سريعه حاليا، بس بص عليها عندك برضو هنا هوم، هتلاقي نفس الاوامر هي هي، انسرت، ادراج، سواء كان جدول، صوره، شكل، مخطط تفصيلي، عايز ادرج فيديو، صوت، ديزاين اللي هي السمزات اللي عندك، هي بتكون مختصه اكتر بالباك جراوند او الخلفيه. ترانزيشن اللي هي الانتقالات، يعني ايه انتقالات؟ الانتقالات معناها اللي هو شكل الدخول للشريحة، قبل ما يدخل على الشريحة انا عايز يدخل بالشكل ده. طيب الانيميشن،
شكل الدخول بس للكلام الموجود داخل الشريحة. شكل الدخول بس للكلام الموجود داخل الشريحة. خلصت عزارة شغلي من سلايد شو واعرض الشغل من هنا، وريفيو برضو اللي هو لو عايز اعمل تصحيح املائي، وفيو طريقة العرض اللي هي بتكون في الاول وشرحناها بالتفصيل مع بعض. طيب بالنسبة للاكسل هو هتلاقي برضو تنسيقات الخطوط، تلاقي من هنا النمبر اللي هو الجزء الخاص بنوع البيانات الداتا تايب. هنا لو عايز اعمل تنسيقات شرطية اللي هو الكونديشنال فورماتنج، هنا لو عايز اعمل تيبل، هنا خاصة بإدراج الصفوف والأعمدة ولو عايز أحذفها. طيب مثلا انسرت برضو نفس القصة، إدراج انسرت اللي هو إدراج. طيب البيج لاوت خاصة بتخطيط الصفحة اللي هو إيه، تخطيط الصفحة اللي هو برضو الهوامش واتجاه والحجم والباك جراوند الخلفية لو عايز أغير اتجاه الشيت. الفورمولا معادلات، واحنا كتبنا المعادلات يدوي، وبرده الريفيو والفيو هتلاقوهم نفس اللي بيعملوه في قائمه او بيعملوه في برنامج الوورد والباوربوينت والاكسل في الاكسس. طيب في حاجه في الاكسس انا نسيت اقولها، لما تيجي تفتح برنامج الاكسس الاتجاه ده لو عايز اغيره كنا بنغيره ازاي؟ من هوم واروح اقول له ايه، من السهم اللي من تحت اختار رايت تو ليفت اهو. طيب انا عايز بمجرد ما افتح الاكسس يجي لي كل البيانات من ناحيه اليمين، اعملها ازاي؟ من فايل، بعد كده اوبشن فايل، بعد كده اوبشن، بعد كده هختار حاجه اسمها الكلاينت سيتنج، كلاينت سيتنج، وهنزل لتحت بيقول لك الديفولت دايركشن، الاتجاه الافتراضي او الاساسي، هقول له رايت وليفت واقول له اوكي. بس تعالوا كده نقفل البرنامج نفتحه تاني، فخلى لك الاتجاه الافتراضي من اليمين الى اليسار. ارجع اخليه تاني من اوبشن واختار اسمه الكلاينت سيتنج، وهنزل تحت في الديفولت دايركشن اختار ليفت تو رايت. طيب خلصت الشغل بتاعي ده، احنا قلنا نيو بيفتح لي ايه؟ بيفتح لي قاعدة بيانات جديدة من نيو فايل، بعد كده نيو، اللي تحت ده كلها نموذج جاهز، كل ما عليك هتدوس عليه وتقول له كرييت وتفتحه وتعدل عليه زي ما انت عايز. اهو انا فتحته، كل ما عليا بس هعدل، ادخل البيانات بتاعتي، دخل البيانات كلها بتاعتك بس، انا كل ما عليك ان انت هتدخل البيانات بس، فدي نماذج جاهزة، كل ما عليك ان انت هتعدل عليه من فين، من فايل نيو، وبتختار اي نموذج انت عايزه. طيب اوبن لو عايز افتح ملفات اكسس على الجهاز، من اوبن واقول له براوز، انفو لو عايز اعمل له ايه حماية هقول له انكريبت ويز باسورد، التشفير بواسطة كلمة المرور، واروح اكتب كلمة المرور بتاعتي. سيف احنا قلنا حفظ الاول مرة وبيحفظ معاك الخطوات، يعني سيف وسيف از لو فاتح ملف جديد الاثنين في اول مره بيعملوا نفس الحاجه، بيحفظوا لك نسخه على الجهاز. طيب انا شغال وعايز كل خطوه بعملها احفظها من سيف، طيب عايز احفظ نسخه من الاكسس من سيف از، من سيف از، واتاكد ان انا مختار من فوق بيقول لي سيف داتابيز از، هتحفظ لي قاعده البيانات كايه، واروح اقول له ايه سيف از، اقول له يس، فتح معايا الجهاز، واروح احدد مكان الحفظ بتاعي واقول له ايه سيف. طيب السيف از تايب ده انواع الحفظ، ظهر معايا انواع غير الاكسس، يبقى تاني من فايل وسيف از، واتاكد ان انا محدد من هنا سيف داتابيز از، يعني حفظ قاعده البيانات كايه، واقول له سيف از ويس، واروح احدد مكان الحفظ. عايز اطبع احنا قلنا برنت، ده لو عايز اعمل طباعه سريعه او لو عايز اطبع كويك برنت من غير ما يجيب لي اعدادات. اما البرنت فظهر ليك الاعدادات الخاصه بالطبعه. طيب البرنت بريفيو اهو، البرنت بريفيو
بيدي لك عرض للقاعده بتاعتك قبل ما تطبعها. طيب كلوز او كلوز بيقفل لك الادوات الموجوده فوق. الحاجات دي كنا شرحناها بالتفصيل فين؟ في الوورد والباوربوينت والاكسل و طيب دلوقتي بنشرحها في الاكسس. الاكونت لو عايز اغير من خلالها لون او المود بتاع البرنامج بتاعي، الوضع بتاعه اهو ده الوضع المظبوط، فتختار الشكل المناسب ليك. فيدباك لو عايز تحط الرأي بتاعك ليه او تبعته لشركة مايكروسوفت. واوبشن زي ما قلنا اللي هو خاصة بايه؟ بالاعدادات. هنا لو عايز اغير اليوزر نيم او اسم المستخدم، وهنا لو عايز اغير المود برضو بتاعي. وزي ما قلنا هنا الكستمايز ريبون لو عايز اشيل اداة او اشيل قائمة من القوائم الموجودين فوق، اشيل من عليها علامة الصح واقول له اوكي. اما الكويك اكسس تول بار شريط الوصول السريع لو عايز اضيف اداء فيهم اقول له اد، لو عايز اشيلها احددها واقول له ريموف او ازاله. زي ما قلنا هنا الكلاينت سيتنج لو عايز احدد الاتجاه الافتراضي بتاع القاعده من الديفولت دايركشن، واختار اذا كان ليفت تو رايت من اليسار الى اليمين او رايت تو ليفت. دي اللغه هنا لو عايز اغير لغه البرنامج اللي انا شغال بيها. ده بالنسبة للداتا شيت بيقول لك السايز الأساسي بتاعك أو الحجم الأساسي والوزن بتاعه أو الستايل بتاعه. لو كله بيعمل نفس الحاجة هنا بيقول لك إيه الديفولت داتابيز فولدر، المجلد الأساسي أو الافتراضي اللي هيظهر ليك أنت وبتعمل عملية سيف أز للقاعدة. أختار من هنا المكان اللي هحفظ فيه. طيب هنا بيقول لك الديفولت فايل فورمات فور بلانك داتابيز، يعني انا من 2007 ل 2016 لو بعت ملف من 2007 ممكن يشتغل معايا لاي حد. 2007 2010 2013 2016 مسموح لي ان انا اشتغل على اي واحد فيهم. يعني انا لو بعت لك مثلا ملف 2007 هيشتغل هنا عندك على 2016؟ اه هيشتغل. ده بالنسبة لبرنامج اكسس. دينا نظرة سريعة على باقي البرامج، واخدنا في الاكسل ايه اللي خدناه في الاكسل؟ اخدنا السم الافريج الماكس المين واللارج والسمول والكاونت كاونت ايه كاونت بلانك والراوند واف العادية واف المركبة. المشكلة بتاعت ايه؟ اوكي هندسة. احنا هندسة قلنا ايه؟ احنا في الباوربوينت اهو بالشكل ده. انا دي عندي بلانك فاضية اكتب فيها ازاي؟ هتدرج تكست بوكس مربع نص، ادرجه ازاي؟ من قائمة انسيرت واروح اقول له تكست بوكس، واتاكد ان هو متعلم على كلمة تكست بوكس، وانزل ارسم مربع النص اللي هكتب فيه. لا دي مشكلة نت هندسة، هو شغال عادي عندي وعند الناس، ممكن يكون في مشكلة في النت عندك. ادي ادرجت، اروح على انسرت واقول له انا عايز ادرج مربع نص اكتب فيه تكست بوكس، وانزل ارسم مربع النص. حد دلوقتي حد عنده اي سؤال؟ حد دلوقتي حد عنده اي سؤال؟ الناس الموجودة معايا لحد دلوقتي حد عنده أي سؤال؟ آه في مشروع لبرنامج الأكسس. طب بصوا أنا قدامكم أهو، أنا بفتحه قدامكم عشان الناس برضه تكون شايفة أهو. من تحت في اكتر من شيت، يا ريت الناس تفتحه على اللاب او الكمبيوتر. جرب انت تفتحه على اللاب او الكمبيوتر، ما تفتحوش على التليفون. اهو في كذا شيت من تحت، فانا هحطه تاني برضو في الشات. انا ضفته تاني للشات اهو، المفروض كده اتبعت فالناس تحمله عندها، وكده المفروض يكون شغال. اللي اذا بعد كده هتكون المشكلة عندك في الاصدار، اضطر انت تغير الاصدار اللي عندك.
تغير الإصدار اللي عندك من 2010، خليه 2016، خليه 2016. طيب الناس واللي هيظهر عندها مشكلة يا ريت تتابع معايا، تابعوا معايا خطوة بخطوة عشان نعرف المشكلة في ايه بالظبط. ان الشيت زي ما انتم شايفين اهو كامل عندي، الشيتات كلها او الملف من بره فتحناه اهو، فهتلاقي الملف من جوه فيه اكتر من شيت، فلو هتفتحه يا ريت تفتحه على لاب او على كمبيوتر اللي هو جهاز مكتبي. ولو برضو لسه نفس المشكلة هتعمل ايه؟ هتاخد سكرين للي بيظهر معاك وتبعتهولي على جروب الواتساب. حد عنده سؤال لحد الآن؟ هتعمل لي قاعدة بيانات خاصة بشركة، فيا ريت الناس تدخل على البوست المثبت هتلاقوا الكلام ده كله مكتوب في المشاريع. تمام؟ هتعمل لي برضو نفس القصة، الداتا تايب، نوع البيانات، الاسم، العنوان، رقم التليفون، الحالة الاجتماعية، نفس اللي احنا عملناه في أول محاضرة خاصة ببرنامج الأكسس. معلش يا هندسة، ابعت لهم البوست المثبت تاني. تمام، وهبعت لكم بإذن الله، هخلي الباشمهندس يبعت لكم برضه، هبعت له روابط تحميل أوفيس بإصداراته من 2010 لحد الإصدار الأحدث اللي هو لحد 2022، ونزل المناسب ليك بالنسبة لمواصفات الجهاز بتاعك. 2016 هيشتغل معاك على ويندوز 10، ويندوز 10. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال لحد الآن؟ أمور بسيطة بالنسبة للناس. طيب احنا هنكتفي بكده النهاردة إن شاء الله، ونلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله يوم الأحد الساعة 10 بإذن الله.